السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عمان في أسبوع. نرحب بكم في هذه الحلقة والتي نقدمها لكم من مبنى قيادة شرطة المهام الخاصة بالسيب. يظل يوم 18 من نوفمبر اليوم المميز في ذاكرة الوطن وفي قلوب أبناء عمان جميعا. نتشارك فيه الفرحة بالعيد الوطني المجيد ومجددين الولاء لقائد النهضة المباركة ومعاهدين أنفسنا على بذل المزيد من العطاء والتضحية. أيام نوفمبرية مجيدة تعيشها عمان من أقصاها إلى أقصاها، أيام تعبر عن حجم المنجز في شتى المجالات، أيام ملهمة ومحفزة للمضي في مسيرة الرقي والازدهار، أيام نضرب فيها أمثلة عديدة لما يمكن أن يكون عليه البناء ولما يمكن أن تكون عليه التضحيات. 18 من نوفمبر عيد عمان ذات الإرث الحضاري والثقل السياسي، عيد للوطن والقائد والشعب، عيد تتجدد فيه الهمم وتتسطر في ثناياه ملحمة الرفعة والتقدم والنماء والرخاء، عيد يحتفي به الجميع، يحتفون فيه بالماضي والحاضر والمستقبل. في عيدنا الوطني 47 المجيد تنتشي قلوبنا فرحا وسرورا، وترسم على وجوهنا علامات الفخر والاعتزاز بالمجد الذي بناه أبناء عمان المخلصين، مستمدين العزم والعزيمة والهمة من قائد عمان وباني نهضتها الحديثة. وستظل عمان واحة الأمن والأمان وأرض المحبة والسلام والوئام، وستظل أعيادك يا عمان مزدانة بأثواب الفخر والافتخار، فليس هناك من فرحة تضاهي فرحة الوطن ولا سعادة تفوق سعادة المنتشي بإنجازه أو المجتهد حين ينال جزاء اجتهاده. إذن مشاهدينا، البداية مع الحدث الأبرز هذا الأسبوع، احتفال السلطنة بالعيد الوطني المجيد وتفضل جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برعايته السامية للاستعراض العسكري المقام بهذه المناسبة الغالية، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. لكفوفك سلام، إحساس وحماس، لكفوفك سلام، إحساس وحمام، دمت لعمان الوطن نبراس. كل سنة انت نور سيدي يا نور، الولاء الكل إن سياستنا الخارجية معروفة للجميع، وهي مبنية على ثوابت لا تتغير، قوامها العمل على استتباب الأمن والسلام والسعادة للبشرية كافة. هنا التاريخ من أعلى قمم يرقى بها الإنسان، أخذ من دفتر الأزمان صفحة ثم كتب فيها إلى مولاي إلى السلطان، إليكم يا زعيم عمان، سلام الأرض واليم
وسما وسحب مغطيها، تحية طيبة عقب العقود ورعدها الحنان. كثر ما السلطنة بمجادكم تزهو أراضيها، تعاظم شان شعبك كيف لا وانته عظيم الشان. معظم بالسمو بالفكر بالحكمة ومباديها، لقالوا من كفوا للسلم يخمد ثورة البركان. شهد هالعالم بأسره بأنقابوس راعيها، شموخ وهيبه وطيبه ترجح كفة الميزان. وقدرا للغرث قال المزن في الناس من شيها، وأما بعد فينا من الولاء والشكر والإيمان. عاش حبيب الشعبي للشعبي بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. عاش حبيب الشعبي للشعبي بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. يا فرحة عمت أراضينا ونور العيد ليالينا، عماننا بالورد والزينة كأنها عروس. عاش حبيب الشعب للشعب عاش بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي يا ربي احفظ لنا قابوس. احتفلت السلطنة يوم 18 من نوفمبر الجاري بمناسبة العيد الوطني 47 المجيد، وهي تواصل مسيرتها الحديثة نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في كل المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى أبقاه الله، فشمل برعايته السامية الكريمة الاستعراض العسكري الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب بمحافظة مسقط، وتشرفت شرطة عمان السلطانية بتنظيمه. فلدى وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بوابة قيادة شرطة المهام الخاصة ترافقه كوكبة من الدراجات، أدى حرس الشرف التحية العسكرية لجلالته، ثم توجه الموكب السامي إلى ميدان الاستعراض العسكري تحيط به كوكبة من فرسان خيالة شرطة عمان السلطانية، حيث كان في استقبال جلالة السلطان المعظم كل من معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. وعند اعتلاء جلالته المقصورة السلطانية أدت طوابير العرض التحية العسكرية، وعزفت الموسيقى العسكرية المشتركة السلام السلطاني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالته حفظه الله ورعاه.
عليكم مولاي حضرة صاحب الجلالة. بابور شرطة عمان السلطانية جاهز، فلتأذنون جلالتكم ببدء الاستعراض مولاي. شكرا مولاي. ثم قدمت الفرق الموسيقية العسكرية المشتركة عرضاً موسيقياً مروراً من أمام المنصة الرئيسية إلى أن أخذت موقعها خلف طوابير حرس المراسم. We'll be right back.
بعد ذلك قدمت طوابير حرس المراسم عرضاً عسكرياً في صفوف منتظمة مع إيقاعات المعزوفات الموسيقية. عقب ذلك ردد طوابير حرس المراسم نشيد شرطة عمان السلطانية حماة الحق، ثم نداء الولاء والتأييد والهتاف ثلاثا بحياة جلالة السلطان قابوس المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. ثم عزفت الموسيقى السلام السلطاني، وأدت طوابير حرس المراسم التحية العسكرية لجلالة السلطان المعظم إذانا بانتهاء الاستعراض.
الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الذود على الوطن. يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم، يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم، يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم. طار سلام لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. سلام. شهد الاحتفال بمعية جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه أصحاب السمو ورئيس مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى. كما حضر المناسبة المكرمون أعضاء مجلس الدولة وأصحاب سعادة أعضاء مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وأصحاب الفضيلة قضاة محافظة مسقط وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتملون لدى السلطنة والملحقون العسكريون وأصحاب السعادة ولاة محافظة مسقط وكبار المسؤولين بالدولة وعدد من كبار الضباط وضباط صف وأفراد قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية وأعيان محافظة مسقط. وبهذه المناسبة المجيدة تفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فتقبل هدية من شرطة عمان السلطانية تشرف بتقديمها لجلالته رعاه الله معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. We'll be right back.
لكم برواحنا قبل السلام وعقبها ملبين، يشقنا السمج نحت الحرار اللي انت خابرها، نهيب بالرخاء وبالشده نهيب، ويوم نبين تخر لنا المعاضل والمحن لا جات نقهرها، رقينا المجد والهيبه تقص القيد، والكتفين عليها حمول عز ارتب ولا وخلاص عمرها، عمانيين عمانيين والدم متعسكر والعزم ميلين، تشابهنا الصقور ان حولت لحتد ناظرها، بكم يزهى الوطن يرقى الوطن تتسلطن السبعين، ولو تختال معذوره قدر ذكراها يجبرها، بهول مشرق الشمس يترقبها الزمن مسنين، وتوليكم مقاليد الحكم على المجد سطرها، يغيث قلوب شعبك والظما دارا لها بابين، على اعمانك لو يفتحنا شوفتكم تسكرها، بنا الايام تتباهى ويتباهى بنا هالدين، بحكمتكم غرست خصال لين تثاقل شجرها، ثمر طيب وثمر حب وثمر نخوة وثمر تعمين، يورقها التسامح والسلام ويزهر جررها. لأن الوقت يعني لك الكثير، انعم بخدمات مصرفية حصرية. لأن للأشياء الثمينة لديك قيمة، استمتع بخصومات حصرية. لأن راحتك تأتي أولاً، تمتع بمزايا حصرية تعزز حياتك. ولأن طموحاتك كبيرة، احظى بجوائز حصرية. الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية من بنك مسقط، عالم من المزايا الحصرية. بنك مسقط، هيا ننجز أكثر. أوربيك، ريادة في التنمية والإنتاج. نعمل لتحقيق التنمية المستدامة. مواردنا البشرية سر نجاحنا. نضع السلامة والبيئة في مقدمة أولوياتنا. شركاء في تنمية المجتمع. نحن في أوربيك فخورون بخدمة عمان. تعزيز العلاقات يتطلب أجيالا متعاقبة، لكننا وكونكم شركاءنا في رحلة التميز حققنا كل هذا في 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة، حيث الرؤية تحدد ملامح العمل والاجتهاد ينال التقدير، والشفافية تعزز قيم النزاهة، والتفاني يدفع بعجلة النمو، والالتزام يشجع على المسؤولية، والتميز يعجل بخطط التوسع، والتمسك بالعقيدة يلهم للتطور، والاستراتيجية ترتقي بالأداء، والجودة ترسي المعايير، والطموح يحفز للابتكار. إنها 10 سنوات من الإنجاز، ولكن مسيرة رحلتنا معك قد بدأت للتو. نرتقي بالمستوى الصحي للمواطنين والمقيمين من خلال القضاء على أسباب التلوث التي تسببها أنظمة تصريف المياه التقليدية، ونستبدلها بأنظمة التصريف الصحية الحديثة. نساهم في زيادة أعمال التشجير وري المسطحات الخضراء وري الحدائق العامة والمتنزهات وري الميادين الرياضية وملاعب الجولف، ونوفر المياه للاستخدامات الصناعية والمشاريع السياحية والمشاريع التجميلية كالشلالات الصناعية والنوافير. حياة للمياه، عمان أكثر خضراراً وصحة.
رب سماء وبحرا في ضما وارضا. السلطنة وهي تحتفل بعيدها الوطني 47 المجيد وسط تنمية متواصلة ترتكز على سواعد الإنسان العماني، تواصل مسيرتها المتوازنة بين مقتضيات العصر والحفاظ على الموروث العريق لعمان. مسيرة تترجم إنجازات تحققت في مختلف القطاعات، حفظت لأبناء الوطن كرامتهم وأمنهم وأمانهم وعزهم ورخاءهم لتكون واحة للنماء والإخاء. وفي ظل هذه الأيام الوطنية تلهج الألسن بالدعاء أن يحفظ المولى عز وجل عمان ويكلل مسيرتها بالخير ويوفق سلطانها ويمد في عمره أعواما عديدة، وهو يرفل بالصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاه. وحق لكل عماني أن يفخر ويتفاخر بما أنجزته نهضة عمان المباركة التي تعهد بنيانها بتوجيهاته السديدة جلالة عاهل البلاد المفدى، وقدم دعمه ووقته وجهده لتكون في مصاف الدول تطوراً ورخاءً ومحل تقدير واحترام الجميع. عمان وهي ترتدي أثواب الشموخ والمجد تعيش أزهى أيامها وتتباهى بما تحقق في نهضتها المباركة التي قاد مسيرتها جلالة القائد المفدى حفظه الله ورعاه، ووضع خططها التي مكنتها من التقدم والتطور والرقي لتكون محل تقدير واحترام الجميع. وبفضل السياسة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم أبقاه الله أتت هذه المكاسب وعظم تلك الإنجازات ونعمت عمان وشعبها بنعمة الأمن والطمأنينة، وأصبحت اليوم مثالاً يحتذى به في التآخي والتلاحم بين أبنائها. وفي الدقائق التالية نواصل رصد فعاليات ومناشط هذا الأسبوع، فنرجو مشاهدينا أن تتفضلوا بالبقاء معنا. احتفلت السلطنة بعيدها الوطني 47 المجيد وهي تدخل مرحلة جديدة في مسيرة البناء والنماء بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وقد تأسست السياسة العمانية على منظومة القيم الوطنية والمرتكزات الاجتماعية والثوابت التاريخية التي تمثلها الفكر السامي على مختلف الأصعدة في الداخل والخارج. هيا بنا نجدد العهد ونبدأ معا بسم الله وعلى بركة الله وبعون من الله هذه المرحلة الجديدة من تاريخ عمان. الحكمة هي من مفردات السياسة الجامعة، وهي اللبوس الذي يصعد بالأوطان إلى سماوات التقدم والاستقرار. ما تحلى بها نهج حكم إلا ارتفع شأنه واطمأنت سيرته وعظمت مسيرته. فالإنسان والحكمة مترادفتان متلازمتان في مواضعات السياسة، وقد صح منه العزم. العزم الذي لا يفتر يوما عن عمله، ولا ينفك ساعة عن واجباته، ولا يتخلى دقيقة عن مسؤولياته، ولا يغمض له جفن ثانية ولا جزءا منها عن حراسة وطنه ومنجزه بالقلب واليد واللسان. تلكم هي الحكمة الرسالة التي ألفتها عمان وألفتها، ممثلة في الفكر القيادي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله، وأظهرها لأمته والعالمين منذ خطاب العيد الوطني الأول، إذ كان بناء الإنسان ولحمته الوطنية أس الانطلاق في مشروع بناء الدولة الحديثة، عمان التي ينعم فيها المواطن برغد العيش والكرامة رخاء حيث أصاب. لقد أوتي الحكمة. يقول مدون التاريخ المعاصر وكاتبوه: إن عزت الحكمة في زمن وقد عزت، فزم لها الركائب نحو عمان، تجدها في أهل هذه البلاد وشمائلهم، في
في حديثهم وسمتهم وفي تعاملهم مع الآخر. وتلكم ثمرة البناء الإنساني الشامخ قبل البناء الحجري المجوف بمخبره ومنظره معه، وقد انصهرت في تكوينه وتنشئته الوطنية والقيمية جهود النهضة وموجهاتها في مزاوجة مقصودة بين أصالة العماني ومعاصرته، الأصالة التي يمثلها تاريخ الأمة العظيم، والمعاصرة التي تشكلها الدولة المدنية المزدهرة ونهضتها المباركة التي جاءت بشيرا لا نذيرا. قالها جلالته أيده الله لشعبه: إنني صاحب رسالة ولست صاحب سلطة، لقد أوتي الحكمة. عندها خاضت مسيرة النهضة مسالك المجد ودروب عليائه، تستلهم حاجتها وتواكب مراحل نموها بخطوات متكيفة مع احتياجات المواطن ومتطلبات مراحل نهضته. وبرع العمانيون في تقديم أروع المثل في المواءمة بين مجارات المدنية وبين الإمساك بخطوم قيمهم التي فطروا عليها، قيمهم اللافظة لكل دخيل على ثقافتهم وعرافهم ومدخرهم. فلم يسمح العماني لفكره أو منطقه ولا حتى عاطفته أن تنشغل بشؤون غير شؤونه، ولا لسمعه أو بصره أو بصيرته أن تلتفت إلى مواضع ضجيج أو أزيز لا ناقة له فيها ولا جمل. فلديه ما يشغله في مسيرة بناء حاضره ومستقبله، وهدي إلى الطيب من القول. وشكل منهاج السلام من قائد السلام مدرسة عالمية خط كتابها من المصلحة العليا للوطن عمان، في تجسيد أصيل لحكمة الصداقة وميزان العدل ورأب الصدع واحترام الجيرة ودعوة الدول إلى التعاون من أجل توطيد الاستقرار وازدهار شعوبها. وجسدت مواقفها من جميع الأحداث السابقة واللاحقة رزانتها السياسية، فتوجت واحة للسلام وراعية لها. نهج الحكمة في بلد الحكمة قوبل بتقدير المجتمع الدولي وثقته، وحق للعماني أن يطأ الثريا بنهضته ومنجزه الإنساني الحضاري، فخورا بعمانيته، معتزا بانتمائه، متقلدا أوسمة الوثوق والرسوخ والأمجاد، ومتوشحا أرضية المجد النوفمبري، وهو إذ يحتفل بعيده الوطني 47 لينثر أكاليل من وردة السلطان قابوس التي تخطف الأنظار كحال سياسة السلطان وحكمته، الزهرة ذات الساق الطويلة، الزهرة التي تنبت في كل الفصول، الزهرة التي تتفتح في كل البساتين ناشرة عطرها محبة وسلاما على خلائف الله في الأرض، وهي تنشد: هو الكون حي يحب الحياة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في ملف الصحافة لهذا الأسبوع ترصد لنا الزميلة أسماء العدوانية جانبا مما جاء في صحافتنا المحلية. كل عام وأنتم بخير. نبدأ جولة الصحافة بخبر من صحيفة عمان. الأعلى للتخطيط يطلق المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية. ضمن مبادرات التنفيذ وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، أطلق المجلس الأعلى للتخطيط المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية. وسيمتد المشروع 6 أسابيع لكل مجموعة بواقع 100 ساعة تدريبية، وتستهدف في مرحلتها الأولى 10 جهات حكومية. وسيعمل المشروع على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية، إعداد وتحليل ومراجعة، والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عال من الكفاءة والفاعلية وامتلاك زمام المبادرة باتجاه تحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها. ومن صحيفة عمان أيضاً وخبر تقول فيه: اتفاقية لنقل البريد من الباب إلى الباب. وفي تفاصيله أن وزارة النقل والاتصالات وقعت على اتفاقية نقل البريد من الباب إلى الباب مع شركة بريد عمان، وذلك في إطار السعي لتحسين منظومة التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة في السلطنة، وسعياً منها إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة لديها. وجاءت الخطوة بعد الدراسة وتوقيع
عقد لفترة تجريبية من وإلى جميع محافظات السلطنة، وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز العمل واستلام المادة البريدية على فترتين من كل يوم عمل، على أن تصل المادة البريدية إلى وجهتها خلال فترة وجيزة تتراوح بين 24 ساعة إلى 72 ساعة. وفي خبر من صحيفة الرؤية تقول فيه: تنمية نفط عمان اكتشاف محتمل واعد للغاز في حقل مبروك. وأعلن المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عمان أن فريق الاستكشاف في الشركة يعكف على تقييم اكتشاف للغاز من المحتمل أن يكون واعداً في منطقة مبروك بوسط السلطنة. وأشارت عمان إلى أن شركة تنمية نفط عمان ستوفر المزيد من التفاصيل مع إكمال عملية متابعة الاستكشاف والتقييم خلال المؤتمر الصحفي السنوي المزمع إقامته في وزارة النفط والغاز في مارس 2018. ومن جريدة الرؤية أيضاً: الشؤون الإدارية للقضاء جهد متواصل لتسريع إجراءات التقاضي بالاستفادة من التطور التقني. وفي تفاصيل الخبر: يحرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اتخاذ كل السبل التي من شأنها تسريع إجراءات العمل وتعزيز إعداد القضاء وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي وتوفير التقنيات والتسهيلات للمواطن. وفي سبيل ذلك يعقد المجلس لقاءات وورشا ودورات تدريبية مختلفة بهدف مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العدلي والقضائي، ومن أبرزها أهمية إنجاز الإعلانات الواردة من المحاكم وضرورة الالتزام بمتابعة المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر والعمل على توحيد الإجراءات والنماذج المعمول بها في المحاكم وضرورة الالتزام بجميع التعاميم المتعلقة بتسيير الأعمال الإدارية والمالية بالمجلس، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز وتطوير الجوانب التقنية والشبكات وبرنامج إدارة القضايا. وإلى صحيفة الوطن: ثمان فرق مسرحية تتنافس على جوائز مسابقة مهرجان المسرح العماني السابع بصحار. وسينطلق مهرجان المسرح العماني السابع بمدينة صحار في 17 من ديسمبر القادم، ويستمر حتى 25 من نفس الشهر. وقد تأهلت إلى المهرجان ثمان فرق مسرحية بعد مرحلتين من مراحل التقييم المبدئي والتي تمثلت في قراءة النصوص والمشاهدة. والفرق المتأهلة هي فرقة تكوين وفرقة تواصل وفرقة السلطنة وفرقة الصحوة وفرقة صلالة وفرقة الرأي وفرقة الرستاق وفرقة مسقط الحر. ختام جولتنا، إلى اللقاء. تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 47 المجيد، احتفلت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات بالذكرى 34 لتنصيب جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه كشافاً أعظم. كما تم الاحتفال بافتتاح مبنى الفرقة الموسيقية الكشفية الجديد بمرتفعات المطار. رعى الحفل معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. يا من صنعت العزة والكرامة والحرية فينا، ما عزنا إلا من فيض محبتكم لعمان، وما كرامتنا إلا من بذل عطاياكم للإنسان. 18 من نوفمبر عيدكم يا سيدي، ميلاد عمان. عمان تحييك يا سيدي وتدعو الإله بأن تسعد. عمان عظيمة يا سيدي تحبك فاق سلام. ثقتكم بنا تستحق التقدير. المزيونة من بنك مسقط، مجموعة جوائز بقيمة 10 ملايين ريال عماني، تقديراً لثقتكم وولائكم زبائننا الكرام. ابدأ بالتوفير الآن فقد تكون أنت الفائز. بنك مسقط، هيا ننجز أكثر. أوربيك.
ريادة في التنمية والإنتاج. نعمل لتحقيق التنمية المستدامة. مواردنا البشرية سر نجاحنا. نضع السلامة والبيئة في مقدمة أولوياتنا. شركاء في تنمية المجتمع. نحن في أوربيك فخورون بخدمة عمان. تعزيز العلاقات يتطلب أجيالاً متعاقبة، لكننا وكونكم شركاءنا في رحلة التميز حققنا كل هذا في 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة، حيث الرؤية تحدد ملامح العمل والاجتهاد ينال التقدير، والشفافية تعزز قيم النزاهة، والتفاني يدفع بعجلة النمو، والالتزام يشجع على المسؤولية، والتميز يعجل بخطط التوسع، والتمسك بالعقيدة يلهم للتطور، والاستراتيجية ترتقي بالأداء، والجودة ترسي المعايير، والطموح يحفز للابتكار. إنها 10 سنوات من الإنجاز، ولكن مسيرة رحلتنا معك قد بدأت للتو. نرتقي بالمستوى الصحي للمواطنين والمقيمين من خلال القضاء على أسباب التلوث التي تسببها أنظمة تصريف المياه التقليدية، ونستبدلها بأنظمة التصريف الصحية الحديثة. نساهم في زيادة أعمال التشجير وري المسطحات الخضراء وري الحدائق العامة والمتنزهات وري الميادين الرياضية وملاعب الجولف، ونوفر المياه للاستخدامات الصناعية والمشاريع السياحية والمشاريع التجميلية كالشلالات الصناعية والنوافير. حياة للمياه، عمان أكثر اضرارا وصحة. عمان الفداء بماء ونبضة، سماء وبحرا بضما وأرضا. تدرك كل أمة أن قوتها ونماءها واستمرار عطائها لا يكون إلا بسواعد أبنائها وبتضافر جهودهم وإخلاص نواياهم وإسهام طاقاتهم وتوظيف قدراتهم وتنمية مهاراتهم خدمة لرقي المجتمع وتعزيز مكانة وطنهم. ومن حكمة القائد المفدى نسترشد خطواتنا، ومن دعمه ورعايته الكريمة نستمد قوتنا، ومن رؤيته نسير خطوات واثقة نحو آفاق التطور والتنمية. فجلالة سلطاننا المفدى ملهم الأجيال، سار أبناء عمان على خطى حكمته واحتذوا بأسلوبه في العمل واسترشدوا به واهتدوا، فصارت عمان اليوم في أزهى حللها وأرفع مراتب العزة والإباء. فهنيئاً لنا سلطاننا المفدى، وهنيئاً لنا عيدنا الوطني المجيد، وهنيئاً لنا هذه النعم التي أنعم بها علينا المولى عز وجل، وهنيئاً لنا هذه الفرحة التي نستشعرها في هذا الشهر المشرق بنور طلة جلالته البهية. في الدقائق التالية مشاهدينا نواصل تقليب صفحات موضوعاتنا المحلية، فنرجو منكم أن تتفضلوا بالبقاء معنا. سماءً وبحراً بضماً وأرضاً. أنت تاج لعمان.
أنت تاج لعمان، أنت في العرب زعامة. إن سياستنا الخارجية معروفة للجميع، وهي مبنية على ثوابت لا تتغير، قوامها العمل على استتباب الأمن والسلام والسعادة للبشرية كافة. هنا التاريخ من أعلى قمم يرقى بها الإنسان، أخذ من دفتر الأزمان صفحة ثم كتب فيها إلى مولاي إلى السلطان، إليكم يا زعيم عمان. سلام الأرض واليم وسما وسحب مغطيها، تحية طيبة عقب العقود ورعدها الحنان. كثر ما السلطنة بمجادكم تزهو أراضيها، تعاظم شان شعبك كيف لا وانته عظيم الشان، معظم بالسمو بالفكر بالحكمة ومباديها. لقالوا من كفوا للسلم يخمد ثورة البركان، شهد هالعالم بأسره بأن قابوس راعيها، شموخ وهيبه وطيبه ترجح كفة الميزان، وقدر للغرث قال المزن في الناس منشيها. وأما بعد فينا من الولاء والشكر والإيمان. عاش 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 حبيب الشعب، عاش حبيب الشعب للشعب. أكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أنه تم تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية لوضع المعايير الخاصة بتوظيف 25,000 باحث عن عمل. وأوضح معالي خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثالثة أن تشكيل هذه اللجنة جاء ترجمة للحرص السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لرعاية الشباب العماني. وخلال الجلسة التي ترأسها سعارة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، ناقش معاليه مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018 وما تتضمنه من بنود ومحاور تخدم التنمية الشاملة بالسلطنة. في إطار احتفالات البلاد بالعيد الوطني 47 المجيد، وقع معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على مشروع تطوير منطقة الحافة بصلالة، وقع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع تطوير منطقة الحافة. وقع الاتفاقية عن شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار أساس المنفذة لمشروع التطوير رئيس مجلس إدارة الشركة، وستقوم الشركة وفقا للاتفاقية بتطوير منطقة حق الانتفاع حسب المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني للتنفيذ المتفق عليه. بدأ مشواره بدراسة القانون والقانون الدولي والحصول على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من المملكة المتحدة، وتدرج بعدة مناصب في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، كان آخرها مساعد عميد كلية الحقوق قبل أن يغادرها ويصبح عميدا في المعهد العالي للقضاء للفترة الحالية. وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية وله إسهامات مجتمعية محلية ودولية، كما كرم بالعديد من الجوائز كان آخرها جائزة الأكاديمي المجيد من جامعة السلطان قابوس. ضيفنا في فقرة وجوه عمانية دكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، والذي التقته الزميلة خديجة الشحية وخرجت لنا بهذا الحوار. زانت بلادي بألوان وأعلام وارتسمت الفرحة بأرض عمان، عيدنا الوطني 47 المجيد فيها من المشاعر ما توفي،
وما تحمله قلوبنا للوطن والسلطان أعمق وأجل من أن تترجمه الأقلام إلى أقوال. انتشت قلوبنا لنظرتك الحانية لأبنائك في طابورهم العسكري، فهو من حصاد نهجك الحكيم. حفظك الله يا مولاي وأمد في عمرك أعواما عديدة لتبقى عمان عزيزة بك. أهلا وسهلا دكتور معنا في فقرة وجوه عمانية. أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على تشريفي بهذه الاستضافة للحديث عن المعهد العالي للقضاء. وأود في البداية كذلك أن أتقدم إليكم وإلى جميع المشاهدين الأعزاء بخالص التهنئة بمناسبة العيد الوطني 47 المجيد. دكتور، المعهد العالي للقضاء مؤسسة قضائية مهمة رائدة، هل ممكن تعرفنا وتعطينا نبذة عنها؟ نعم، المعهد العالي للقضاء في الحقيقة هو أحد منجزات النهضة العمانية المباركة بقيادة مولانا صاحب الجلالة. هذا المعهد أنشئ في سنة 2010 بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2010، والمعهد يطلع بدور ريادي في مجال التأهيل والتدريب القانوني المتمثل في رفد مرفق القضاء بكوادر مؤهلة تتسم بالمهنية والكفاءة. وهو إلى جانب ذلك أيضا يقوم بدور كبير في مجال التدريب المستمر لكافة المشتغلين بالأعمال القانونية والقضائية في البلاد، من ذلك على سبيل المثال أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الإدعاء العام وأعوان القضاء وموظفي الإدعاء العام وكذلك الباحثين القانونيين في الجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين كذلك. أعلى درجة علمية ممكن يمنحها المعهد للطلبة، وهل في خطة يكون في ماجستير على الأيام القادمة إن شاء الله؟ نعم، المعهد يمنح حاليا شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية. أما فيما يتعلق بالماجستير فإن المعهد يسعى حاليا إلى طرح هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى، ويتم التنسيق حاليا مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص. دكتور، كيف طبيعة الدراسة في المعهد من ناحية شروط القبول، نظام الدراسة والمواد المقررة لدراستها في المعهد؟ فيما يتعلق بشروط القبول فإن المعهد يقتصر حاليا على قبول المعينين كقضاء مساعدين أو معاوني ادعاء عام. ونظام الدراسة هو نظام الساعات المعتمدة، وهو نظام عالمي معروف، وعدد الساعات المعتمدة في برنامج العلوم القضائية 42 ساعة. تستمر الدراسة في المعهد لمدة عامين موزعة على 5 فصول دراسية، تخصص السنة الأولى للدراسة النظرية المتعمقة في عدد من المقررات الدراسية، أما السنة الثانية فتخصص للتدريب التطبيقي في المحاكم وإدارات الإدعاء العام تحت إشراف قضائي أكاديمي مشترك، ومن ثم يخضع الدارس لامتحان شامل بشقي التحريري والشفوي. وعند اجتياز الدارس لكل تلك المراحل يمنح درجة الدبلوم العالي في العلوم القضائية، ويصبح معها مؤهلا لمباشرة مهامه القضائية. دكتور، كم وصل عدد الخريجين من معهد منذ فترة تأسيسه إلى اليوم، والجهات المستفيدة من هذه المخرجات؟ حقيقة درس في المعهد حوالي 113 قاضي و10 من قضاة محكمة القضاء الإداري و62 عضو ادعاء عام. وعلى الجانب التدريبي أيضا حقيقة قام المعهد بتدريب 4000 من المشتغلين بالعمل القانوني والقضائي في البلاد خلال السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال قام المعهد خلال العام التدريبي المنصرم بتدريب ما يزيد عن 2200 شخص. أما فيما يتعلق بسؤالك الجهات المستفيدة بالتدريب فهي في الحقيقة جهات متنوعة، فإلى جانب الجهات القضائية وهي المستهدف الأكبر بالتدريب يقوم المعهد كذلك بتدريب الباحثين القانونيين وكذلك الأشخاص الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية والمحامين وإلى آخر ذلك من الفئات. وعلى العموم تم خلال العام التدريب المنصرم على سبيل المثال تدريب أشخاص ينتمون إلى أكثر من 40 جهة في السلطنة. دكتور، ما هي خططكم القادمة للمعهد؟ يوجد لدى المعهد خطة طموحة لتطوير وتجويد العملية التدريسية والعملية التدريبية بما ينسجم وأحدث المستجدات
التشريعية والقضائية وطنيا ودوليا وبما يتوافق وأعلى المعايير والأعراف المتبعة في هذا الشأن. دكتور، ونحن نحتفل بمناسبة عزيزة على قلوبنا وهي مناسبة العيد الوطني 47 للمجيد، ما هي الكلمة التي تود أن تقدمها؟ 18 من نوفمبر يمثل في الواقع نقطة انطلاق عمانية كبرى نحو آفاق التطور والتقدم والمجد والعز والكرامة. فمن أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب العماني أن قيض لهم هذا القائد الفذ الملهم الذي يندر أن يقول الزمان بمثله. فأخلص التهاني أزقيها وأطيب الأمنيات أرفعها إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بهذه المناسبة السعيدة، وإلى الشعب العماني الوفي المخلص لوطنه وسلطانه، سائلا المولى جلت قدرته أن يكلأ عماننا الغالية بعين رعايته، وأن يحفظ جلالة السلطان عزا وسندا وذخرا لعمان وأهلها، وكل عام والجميع بخير. دكتور، نشكرك على تشريفك معنا في البرنامج وعلى فقرة وجوه عمانية بالتحديد. شكرا لكم على هذه الاستضافة. وتظل عمان هي الثابت وسط كل المتغيرات. نلتقيكم الأسبوع القادم ووجه عماني مختلف. اعتمد مجلس جامعة السلطان قابوس طرح برنامج الماجستير في السياحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وطرح برنامج الماجستير في الهندسة المعمارية بكلية الهندسة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس العام الأكاديمي 2017-2018. كما وافق المجلس على ابتعاث عدد من الأطباء بالمستشفى الجامعي لاستكمال برنامج الزمالة في التخصص الدقيق واعتماد مقترح إنشاء مركز للبحوث الطبية بالجامعة. ترأس المجلس معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة مجلس الجامعة. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا نقول: يبقى الوطن حصن الآمنين وملاذ الخيرين ونبراس العاملين المخلصين، ويبقى قائدنا المعظم في قلوبنا ملهما لنفوسنا ينير دروبنا نحو المجد والرقي للعلياء. فبارك الله خطاك يا مولاي ووفق الله مساعيك الخيرة. كما نقول: يبقى يوم 18 من نوفمبر المجيد يوما مختلفا عن غيره، فيه تتجسد فرحة الوطن وفيه تزهو عمان، ويبقى يوم 18 من نوفمبر عيد ميلاد الوطن، عيد الفرح، عيد عمان الحاضر والمستقبل، عيد الحب لجلالة السلطان المعظم. ونقول كذلك: ستظل عمان كما كانت شامخة بمواقفها المشرفة ورؤيتها الراسخة الثابتة، تمضي في مسيرة البناء والعمل وثقة الخطى بهمة أبنائها المخلصين، لتواصل إنجازاتها راسمة ملامح واضحة لطريق المستقبل الذي نتطلع إليه، واضعة أسس متينة لمرتكزات التنمية مستنيرة بفكر القائد الملهم. وفي الختام يهديكم برنامج عمان في أسبوع أجمل تهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني المجيد. كل عام وأنتم بخير، وكل عام ومولانا المعظم ينعم بمنفور الصحة والعافية والعمر المديد. حتى نلتقيكم مشاهدينا الأسبوع المقبل، هذه تحيات فريق العمل وتحيات معد البرنامج عادل الحمدان وتحيات مخرج البرنامج هلال المالكي. في أمان الله، إلى اللقاء.